الناس اللي في سجن الصرف هنا كلية عامة ما فيش مية واصلة لهم خالص من اللي هي المية النظيفة، فبينطر دلوقتي يسقي من الصرف، هيسيب الأرض عشان الزرع بيموت، هيعمل إيه؟ إحنا عارفين إن ديت مية وساخة ومية وحشة، ولكن هنجيبه مية منين؟ إيه؟ ما فيش غيرها قدام مننا، فبنضطر إحنا نسقي منه. برضه فيه طرمبات، العالم دق طرمبات وبيسقوا من الطرمبات، لما بيسقوا شوية من ديت وشوية من ديت، هسه إن هي تمشي الحال يعني. ولكن أكتر الناس من مية الصرف دي، نطلب إن إحنا عايزين مية نظيفة تجنن نسقوا بها الأرض دي، وبعد كده هننزل نسلكوا المصفي بتاع الخرطوم، تطلع طورش في جيتتك من مية الوساخة. بنطلبوا إن تجينا مية نظيفة، مية حلوة نسقوا زرعنا بها، حتى أما تيجي تاكل غلة تاكل دي تاكل دي، تبقى مية الزرع بيشرب مية نظيفة. احنا بنسقي من على الصرف عشان خاطر الارض النظيفه، الميه النظيفه مش واصله للغيط بتاع لازمها ترع وتنفحت عشان توصل الميه لارضنا ميه نظيفه. بندوروا المكنه بنغيبه، ممكن نسقوا في الارض يوم واثنين وثلاثه، ان شويه الماء اللي جاي ندوروا فيهم ما من الصرف، والصرف ده جاي من الصرف الصحي، فيه مجاري بتسبب سرطان وتسبب مرض للبني ادم، واحنا ما احناش لاقيين ميه. وحتى البني ادم لما بيجي يسقي يوم واثنين مش لاقي مي، هيعمل ايه يعني؟ انتوا بصفتكم ان انتوا دلوقتي مسؤولين وعاوزين اللي انتوا تعرفوا تعملوه، بصفه ان انا راين فلاح دلوقتي ودايخ ومأجر افدانين ثلاثه ارض، اجي اسقيهم اغيب لي ثلاثه اربع ايام فيهم، ما انا مش عارف اسقي، اروح فين واعمل ايه؟ مش عارف اسقي، وميه معيه، ميه بتدقين هنا ناس بتدق معيه، افرض ان انا مثلا الراين مش مستقدر ان انا ادق له ميه ترمبل، اجيب منين؟ إيه؟ ما عنديش ترمبات ولا عندي الكلام دي، ولا اقدر ان انا اتصرف ان انا اجيب فلوس، معيش. انا رايح دلوقتي باخد بقى من واحد زي حالتك ارض ياما وبتاع، وبعدين عاوز ازرع ارض علشان اكل عيالي، ما انا مش عارف اكل، والميه وحش، اعمل ايه يعني؟ كل الناس دجر ترمبات ارتواز، وترمبات الارتواز ديت بتبوظ صلاحيه التربه، بتبوظ صلاحيه التربه، والميه البحاري ما بتجيناش خالص، تيجي اربع ايام بناخده منهم يوم واحد.